السلام عليكم حبيباتي واهلا بكم في القناه. ان شاء الله اليوم راح نديروا الكيفيه الصحيحه والناجحه 100% في تحويل العنب الى زبيب ويخرج لكم تماما كما راكم تشوفوا فيه في الفيديو. ان شاء الله تعجبكم هذه الكيفيه وتجربوها. إذن أنا خيرت هذا العنب، كان موجود عندي في البيت، العنب من النوع الأسود هذا، وانتم اختاروا أي نوع ولا أي لون تاع العنب اللي يكون موجود عندكم. درت كمية صغيرة فقط، وانتم ديروا بكمية اللي تحبوها. بعد ما غسلتوه مليح وقطرتوه كما راكم تشوفوا، نشعل هنا النار تاعي، ندير الكوكوطة نصفها بالماء وندير فيها مقدار تاع ملعقة كبيرة تاع بيكربونات دو سود، بيكربونات، وندير نصف ليمونة، عصير نصف ليمونة كما راكم تشوفوا، ونقدر نعوضوا عصير الليمون بملعقة كبيرة تاع حمض الليمون اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة. أنا في زوج موجودين عندي، فضلت ندير القارص أحسن. ومن بعد نحط العنب تاعي داخل الكوكوت ونخليه نحسب له مدة دقيقة فقط، ومن بعد نصفيه في مصفات ولا في كسكاس ونخليه حتى يكتر مليح. اذا نجيب صينيه تكون كبيره كيما تاع الكوشه ولا تكون شويه واسعه، نفرش فيها سربيته ونفرش فيها الورق الماس اي البابي ابسوغمون، ونحط فيها هذاك العنب بعد ما كتر مليح كيما قلت لكم، نفركتو بهذا الشكل، ومن بعد ندير فوقو الورق الماس برك دقيقه ولا دقيقتين حتى يمتص لي هذاك الماء اللي يكون موجود زياده، ومن بعد نحيه ونحطوه في الشمس ونخليه مده تقريبا 10 ايام، وراح يكون وجد معكم الزبيب. هنا كما راكم تشوفوا بعد يومين كيفاش ولا الزبيب وكيفاش ولا بدا يتكمش كما راكم تشوفوا فيه. هنا بعد 4 ايام هاوليك الزبيب راه بدا يتشكل مره على مره، راح تهزيه شويه ولا تفركتيه تعاودي تخلطيه باش يزيد ينشف من الجهتين. هنا كما راكي تشوفي بعد 6 ايام راه تقريبا بدا يوجد لي الزبيب، وبعد بالضبط 10 ايام وهو في الشمس وانا نخلطه مره على مره تحصلت على اروع زبيب تماما كيما اللي نشروه من المحلات. برك سيو ديروه بنفس الطريقه ولكن بالعنب اللي يكون سون بيبا، من الاحسن ما يكونش فيه العظمه من الداخل، راحين تتحصلوا على نتيجه ولا اروع. اذا نلم الزبيب كما راكم تشوفوا ونجيب كميه قليله فقط تاع الزيت تقريبا ملعقه كبيره، ونخلط بها بهذا الشكل، هكا راح يعطيني لابغيونس او اللمعان للزبيب، وراح يقعد لي الطري لمده طويله. نلموه في امبوات ولا في بلارة ونحطوه في البلاكار لحين الاستعمال كما قلت لكم، ديروا به سفة ولا تقدموه للأطفال في أيام الامتحانات، راهو مليح للذاكرة بزاف وفيه بزاف الفيتامينات. هذه هي وصفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، وإلى اللقاء في كيفيات أخرى بإذن الله.